قاذفا بنصع سطور كفاحها المقاوم على ثغرات مخرج اتفاقيات انتشى الاحتلال بقطاف سنبلاتها الخضر وشغل الطرف الفلسطيني بعد الأخر اليابسات. حرر المركز الفلسطيني للإعلام بمناسبة ذكرى اندلاع انتفاضة الأقصى ورقة استحضار ورصد عدت هبة عام 2000 نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية وحدثا مفصليا طوح برهانات واهية وقلب توازنات تقليدية وألجأ بفعله الثوري الاحتلال إلى قرار الانسحاب من غزة في نضال شعبي سجلت به المقاومة مرحلة متقدمة على طريق التحرير الوطني. ورقة المركز لقد في تناولها من حادثة اقتحام مجرم الحرب الصهيوني رأس حزب الليكود أرييل شارون باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه وقطيع المستوطنين الذين معه ساحات الأقصى الشريفة ومساطبه الطاهرة في عملية استفزاز استعراضية سافرة لتسجل للشعب الفلسطيني تصديه الباسل للاعتداء ووقوفه الفوري في وجه آلة حرب العدو مستعصما بحدي ثبات الإرادة الموحدة وبرنامج العمل المقاوم اللذين كانا وقود مواجهاته المسلحة ورصيد عملياته العسكرية. ورقة المركز بيّنت أن المقاومة الفلسطينية مرت خلال انتفاضة الأقصى بمراحل متدرجة بدأت بهبة شعبية عفوية طبقت المدن الفلسطينية قبل أن تأزف مرحلة الاحتكاك المباشر بين الشباب وجنود الاحتلال على مداخل بلدات المحافظات لتدخل على الخط مرحلة الاشتباك العسكري التي تسللت إلى المشهد متمثلة اشتباكات مسلحة من نسختين فردية فدائية ذاتية وتنظيمية عسكرية فصائلية. وخرجت ورقة المركز الفلسطيني للإعلام بتسجيل نقاط قوة فرضتها المقاومة الفلسطينية وقائعة على الأرض أبرزها القيادة الميدانية من ساحة المعركة وذاتية الوسائل تنفيذا وتطويرا ومباشرية الرد والردع بل هل الإجماع والاجتماع على كلمة مقاومة سواء.